نزب للوقت. نحن شو عنا بالبلد؟ منيح اللي صار الجمعة الماضية هذا الحدث اللي سلينا كلنا واللي خلينا نحس انه في تفاؤل بالبلد، الكلاسيكو الاساطير من ريال مدريد وبرشلونة. ايه كلاسيكو الخطيرة برعاية وزارة الصحة واللي ما كان معروف رح يلعب هل بالمدينة الرياضية او بمستشفى الروم. كان ضايع القصة، نقل على شاشة كوكب العاب كوكب الام تي في. الكلاسيكو كان بحد ذاته مباراة بين الخطيرة، يعني منيح شفنا رونالدينيو على عمر 76 عرفت كيف؟ فبس حلو كان، يعني ما بدنا نقول انه هذا الشيء كان منيح للبنان، وبدنا نحيي المنظمين على جهودهم المعلق. المعلق على كوكب الام تي في كوكب العاب، لانه ما ما عندهم، هن ما بقى ينقلوا باسكت، ما بقى ينقلوا شيء، ما عندهم شغل، فبس اجوا ماتش فوتبول اجوا بدهم يعلقوا عليه، اتفاجئوا وفاتوا بالحيط يمين شمال معلم. ياي شو هاي؟ هذا تعليق؟ شو هاي مان؟ لازم يعلقوه على التعليق. شوف عم شوف قبل من على الشاشة سيزار سانشيز، وبطبع فوتبول ما بيموت، تكنيكات كثير حلوه، وبين المؤتمر الصحفي الختامي يمكن منلاقي بعض الفراغات لانه الجمهور رجع توزع اكثر واكثر على ارض الملعب، ولكن في اكدكم ابو جيك ابو جيك مؤتمر صحفي فيت بول، لانه لاعب باجر وحده قصده، انه لا قصده بلعب بالاجرتين فيت بول مش وتكنيكات ابو جيك. وبعدين الجمهور انتشر على ارض الملعب مش على المدرجات، لا الجمهور انتشر على ارض الملعب ابو جيك. وكان صار له زمان ابو جيك ما صار ماتش على المدينه الرياضيه، مش هيك مدير المدينه الرياضيه مش معود على الميكرو، عملوا معه مقابله باخر كلاسيكو الاساطير منه عارف، عطوه الميكرو هيك قالوا له هدي الميكرو، منه عارف هيدا شو بيستعملوه، صار كل وقت يحكي هيك ابو جيك فوق الخيال، مش عارف انه هذا الميكرو واو قد ايه صار له ما اجل عنا تلفزيون على المدينه الرياضيه. ابو جيك شوف هذا اول مره، هذا حدث لانه بحاله، ثاني شيء هذا حدث مثل ما شفته حريري العالم اليوم كلها شعرت انه هالمدينه اللي عاد هو صح. عاد ترميمها هي مدينه كان مشروع معيون رياضيه بالاساس اسمه. انا بدي اشكر معالي الوزير فنيش لتوجيهاته اللي كانت تسهيل المهمه، توجيهات الرئيس الحريري الشيخ سعد انه مكلفنا انه نرجع نعمل استثمار عن جديد مع فرق اهم من هدول، العالم تيجي تتمتع وتنبسط وتستمتع. المدينه عندها بوتنشل كبير لكل شيء، يعني مش بس للفوتبول، فينا نعمل كونسرتس. وقلك فوري هيك وقلك فوري برافو عليك، وقلك فوري الرياضة اللبنانية، رياض الشيخة مدير المدينة الرياضية. أبو جيك منه عارف صار زمان ما شاف ميكرو، أول مرة بيجي تلفزيون على المدينة الرياضية من 2005 لليوم ما أجا حدا، عرفت كيف أبو جيك؟ بس اللي عوض عن كل شيء صار وعن كل الأخطاء اللي صارت بين تعليق وبين تلفزيون ونقل تلفزيوني، اللي عوض أكثر شيء ضخامة الحفل اللي صارت بين الشوطين، عملوا الحفل الاستعراض الكبير، كيف افتتاحيات كأس العالم بطولة أوروبا والأولمبياد اللي بيصيروا برا مثل المناسبة، قد ايه كلاسيكو الأساطير مهم، الحفل كان أسطورة أبو جيك، الحفل كان أسطورة أسطورة كبيرة. أنت بتعرف كيف مثلا وقتها يعملوا افتتاح مثلا بكأس العالم، شفت البرازيل 2014؟ أكيد إيه بدك نرجع نتذكر؟ إيه نرجع نتذكر شوف شفت قد ايه ضخامه الانتاج وضخامه الحفلات وضخامه الافتتاحات. هيك كان كلاسيكو الاساطير، هيك كان جو المدينه الرياضيه، هيك كانت الحفلات، هيك كانت الضخامه، هيك كانت الانتاجات الضخمه، هيك كانت الحفله. شو قد ايه
شفتوا؟ كانوا ما بده ينزعوا الجازون معكم أربعة بأربعة. بعدين بيلبس هو أهم اسبادري لما ينزع الجازون فايت هو بالبطين ويلا ويدعس ويدعس وقتول وليه ويلا كلا طول مان مش معقول. قديه بس أنا اليوم رح أعمل بالحفل هون بالتلفزيون عنا رح أعمل حفلة بعد أكبر والله. من الحفلة اللي صارت بالمدينة الرياضية والله. اليوم بيسجلوا لهون وبس بده يركب حفل استعراضي كتير كبير أكبر حفل استعراضي بتاريخ التلفزيونات اللبنانية رح يركب اليوم من لهون وبس بيضاهي حفل المدينة الرياضية وبيتفوق على حفل جي لو بالبرازيل 2014 بس بدي شوف شو بس بدي غني غنية اليوم مع أكبر فرقة بيضاهي كاراكلا اليوم كاراكلا إن ذا هاوس اليوم رح نعمل أكبر عرض استعراضي. خليكم معي بس بدي أحكي شوي مع الرجي. إيه ألو عنا شي غنية دبكة بس إيه أنا بغني بلاي باك ما بأسف. لحظة يا حي لحظة شوي لحظة الغنية اللي عنا إياها لمرة ما بأسف ما مشكل الفرقة حاضرة مهم لمرة ما حدا حيحس إنه لمرة مش مشكل بلاي باك ما مشكل يا خيي أوكي يلا لكن أنا بقولكم بس أكون واحد اثنين ثلاثة بتقولوا للفرقة تفوت نكسر الأرض نحتل الدنيا كلها نفرجيهم أكبر عرض استعراضي بالعالم يلا واحد اثنين ثلاثة روح لا بس لازم كثير عجقة يعني ما بدنا نعمل العرض هالقد كبير فينا ما بتزبط واحد يعني يا انتو يا باك انه ما بتزبط طيب معلش خلص بعملها انا وجاد لانه يعني مرسي يا شباب كلكم زول زعفولوا للشباب زعفولوا انا وسهلا شكرا بس لا انا قلت ابو جيك أنا قلت عجقة وليش بدنا نعمل عرض هالقد كبير؟ عرفت كيف؟ حرام مشان العالم تتحمل شوي شوي يطلع البرنامج، مش دغري نفجئهم بعرض هالقد كبير عرفت كيف؟ بهلا